عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل خين اجودي نادر مثالي عدل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي درب الخصالي يعل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخنا اجودي نادر مثالي ابشر ويا اهل الهينا لصايل عسم الايات سمحات القباضي عيد هيات ترتاد بلايل طفر يشبه ولد الغزالي ليلهن عايس بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي الاحضر بمجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن الى شوط الاوايل وادفعوهن مدام الشوط غالي ما يهم المدال لو كان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجودي نادر مثالي عدل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي ذرب الخصالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجودي نادر مثالي ابشروا يا اهل الهينا لصايل عسم الايات سمحات القباضي عيد هيات ارتاد بلايل طفر يشبه ولد الغزالي ليلهن عايس بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي الاحضر بمجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن الى شوط الاوايل وادفعوهم مدام الشوط غالي ما يهم المدال وكان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجودي نادر مثالي عدل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي ذرب الخصالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجودي نادر مثالي ابشروا يا اهل الهينا لصايل عسم الايات سمحات القباضي عيد هيات ارتاد بلايل طفر يشبه ولد الغزالي ليلهن عايس بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي الاحضر بمجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن الى شوط الاوايل وادفعوهن مدام الشوط غالي ما يهم المدال وكان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجودي نادر مثالي عدل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي ذرب الخصالي يا عل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجودي نادر مثالي
ابشروا يا اهل الهينا لصايل عسم الايات سمحات القباضي عيد هيات نتراد بنايل طفرن يشبهن ولد الغزالي ليلهن عايسه بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي لحظه بمجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن الى شوط الاوايل وادفعوهن مدام الشوط غالي ما يهم المدالة وكان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يعل تسكيك الوسطى مخايل دار الشيخ نجودي نادر مثالي عادل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي درب الخصالي يعل تسكيك الوسطى مخايل دار الشيخ نجودي نادر مثالي ابشروا يا اهل الهينا لصايل عسم الايات سمحات القباضي عيد هيات نتراد بنايل طفرن يشبهن ولد الغزالي ليلهن عايسه بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي لحظه رمبي مجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن الى شوط طالوايل وادفعوهم مدام الشوط غالي ما يهم المدالة وكان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يعل تسكيك الوسطى مخايل دار الشيخ نجودي نادر مثالي عادل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي درب الخصالي يعل تسكيك الوسطى مخايل دار الشيخ نجودي نادر مثالي ابشروا يا اهل الهينا لصايل عسم الايات سمحات القباضي عيد هيات نتراد بنايل طفرن يشبهن ولد الغزالي ليلهن عايسه بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي لحظه رمبي مجموع القبايل ياخذن حق